هل يستطيع المعتكف أن يذهب إلى السكن للأكل؟ هل تكرر الجواب عنه إذا كان يحتاج الخروج لقضاء حاجة أو لوضوء أو للأكل، ما عنده أحد يجيب له أكل، أو يمنع أنه يدخل الأكل للحرم، يمنع، يمنع الآن، يمنع الطعام، ما يدخل، يروح يأكل ويرجع، يأكل إما من المطعم وإما من بيت ويرجع للاعتكاف. نعم.